اهلا يا فندم، ازي حضرتك؟ انا دكتور عمرو سعد يا فندم من الجامعه البريطانيه وقائد فريق رياده الاعمال هنا يا فندم. حاولنا نعمل بيئه متكامله بدل ما نجيب شركات تعرض بس المنتجات او الخدمات بتاعتها، لا يبقى عندنا فرصه ان احنا نعمل بيئه استثماريه كامله، عندنا ناس بتدرب الشركات وبنعمل تواصل بينهم وبين بعض علشان نبدا نجهز لمؤتمر 25 و26 بتاع الصناعات الصغيره. انا الاول عايزه اشكر حضرتك على ثلاث حاجات. معلش قابلت حضرتك في تراثنا وكنت حكيت لك مشكله عن الاخ المرافق في قانون ذوي الاعاقه، حضرتك مش حليت لي المشكله، حضرتك غيرت القانون كله، فالف الف شكر بجد، انت حليت المشكله لينا كلنا. مشايخ القبائل كلها يا فندم برجالها بحريمها كلهم فندم برحبوا بك يا فندم، يا رب ان شاء الله التراث بتاعنا بيعجب سيادتك فندم. وسام طيب يا فندم. تقدم نشكر سيادتك، أنا الشيخ صلاح المرحيل عضو مجلس النواب، ومشكر سيادتك على المشاريع اللي تحصل عندنا في سيناء، ومصر سيناء هي بأمانة لامة كل جميع القبائل، وخاصة مصر على الرخام والطرق اللي تعتمر بجنب القوات جنبها القوات المسلحة والشرطة المدنية، وربنا يديك الصحة، يعني عاملة شغل في سيناء بسيادتك يا فندم. تطوير سيناء العزيزة، تطوير يا فندم يشتمل جانبين، تطوير اقتصادي وتطوير إنساني. تطوير الاقتصاد احنا كاهالي سيناء يا فندم كبار وشباب لينا حل ونحمد حق يا فندم في عصر سعادة، هو انشاء مجمع مصانع في الجافه لانتاج اجود انواع الرخام اللي بيتم تصديره يا فندم واستخدامه محلي، اللي وفر يا فندم 600 فرصه عمل لاهالي سيناء بطريقه مباشره. انا حابب اشكر حضرتك بالنيابه عن كل اسر الشهداء وكل اهالي سيناء على اللي بتعمله معانا وبتقدمه لنا واهتمامك بينا، وهديه حضرتك وصلت اللي من يومين بطاقه التكريم اللي لها مميزات كتير في التعليم والصحة والإسكان والنقل. حاب أشكر حضرتك برضو على توفير فرص عمل لكل أسر الشهيد، وإن شاء الله ننمي بلدنا، وإن شاء الله إيدينا في إيدين بعض لتحيا مصر. شكراً يا ريس. سعداء جدا ان احنا النهارده نكون في منتدى الشباب العالمي، ودايما كل معرض بتنورنا بتهتم ببنات سينا وشهادات سينا، يا ريت تنورنا ان شاء الله في منتدى شمال سينا ان شاء الله. نتطور بحضرتك دايما. الامور ماشيه كويس. صحيح. مش عايزين احنا برضه معرض راسنا الاب الروح لينا. عندنا معارض عايزين الحمد لله، يعني عايزين نسوق كويس يعني مشاريع كده. المره المعيده اقصى العبيده بحيث انا اديها في المعرض اصطاد بيها السمك بدل ما اديها كرتونه ولا بطاطا ولا حاجه. اديها تتعلم تفصيل على اعلى جوده حتى الاحتراف. تدريب وتشغيل وتاهيل المراه ده هيجيب لنا فرصه كبيره. انت تفكري بفكر في مكان الستات يتعلموا التطريز كده بس هي بتتسعى ليه؟ بيفكروا في حاجات يعملوها من غير ما نفكر، نعملها اشكال تحفه وموديلات تواكب العالميه، ده كله هيلاقي سوق بره برضه تاني. ها انا مستعد خامات خامات واحد اثنين ثلاثه ونعملهم. صحيح شكرا. انت عايزه العالميه وانا عايز كده. دي بقى نموذج للفتاة البدوية، سهام سعيد دي أول فتاة بدوية تدخل الجامعة البريطانية علوم سياسية وقربها حقوق جامعة القاهرة. ده نموذج للشباب الفتاة البدوية. طبعا 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 يستعدني يا رب يخليك. ده الرحاء يا فندم بنطحن فيه العيش زمان، بيعملوا الخبز والعيش بتاعهم. فين العيش طيب؟ يلا فين العيش؟ المرة الجاية عايزين نهديك أغنية نسمعك حاجة. يلا يلا سمعت حاجة دي الشباب عندنا كانت الآلة الموسيقية بتاعت المرأة البدوية. يا هلا ويا مرحبا والريس شرفنا، يا هلا ويا مرحبا والسيسي حامي. شكرا.
تطمنيني الامور ماشيه كويس؟ الحمد لله. الحمد لله. والله تسلم يا ريس. التسليم ماشي كويس؟ الحمد لله. كله بفضل حسك وحس ربنا. بفضل الله. ونعم بالله. لكن التسليم ماشي كويس؟ الحمد لله. نعم. ان شاء الله ربنا خير. ونشكرك على انك بتدعم السنه المصريه والسنه السيناويه. وانت فينا احنا فيناك يا ريس. تسلم. تسلم. انا حرم الشهيد نائب شرطه محمد سلم السواد. انا قابلت حضرتك في 2015 طلبت منك طلب رأس الشهداء واوفيت ويعني وعدت واوفيت يا ريس واحنا بنشكرك والله بنشكرك يا ريس الله تسلم يا ريس تسلم ربنا يحفظك السلام عليكم شرفتنا والله انا سعيد انا والدي الشهيد محمد سمير شجاع والدي وكنت نفسي اقابل حضرتك والله يشرف وامريتي كنت اقابل حضرتك مش عشان كده نفسي أقابل حد نفسي أقول مشاهد نفسي أقابل أنا بحسد الناس اللي بتقابلهم في الشارع بحسدهم بقول لي بختهم إنهم قبل حضرتك ليه يا شيخ والله أنا اللي ليه يا شيخ والله ليه بحياتك عايزين إن شاء الله إن شاء الله يبقى لنا سوق خاص بنا في سيناء لسيناء في القاهرة نفسه لأن نجيب حاجتنا من هناك ونسوقها بكل يعني ما فيش يبقى فيها صعوبة وتعب ده مطلب منك يا من عينينا